أين تكمن قوة الحب؟ أين تكمن السعادة؟ في داخلنا بالتأكيد. هل أنت جاهز لولادة جديدة لروحك ولذاتك؟ هل أنت جاهز لاكتشاف السعادة في يومك؟ هل أنت جاهز لخوض تحدي مع ذاتك 21 يوما؟ هل أنت جاهزة أن يبدأ يومك بسعادة وتنهيه بسعادة؟ ما أجمل السعادة. مساء الخير، كيفكم؟ إن شاء الله أن كلكم تكونوا بخير وصحة وعافية يا أجمل وأروع متابعين. معاكم أنا كوتش رحاب سعد. اليوم راح أتكلم معاكم عن موضوع دائما بسمع عنه من كثير ناس، أنا رافض الطلاق لأن كذا وكذا، كل شخص عنده أسبابه. فحاولت قد ما أقدر إني أجمع لكم أكبر قدر من الأسباب اللي بتخلي كثير من الناس ترفض الطلاق، عشان نقدر بعد كذا نخلق أعذار للآخرين لما يجوا يحكوا لنا مشاكلهم في حياتهم الزوجية، لما يجي الشخص يشتكي لنا على إنه هو مجبور على إنه يعيش مع هذا الشريك، لما يجي شخص يشتكي لنا إنه هو ما يقدر يستغنى عن هذا الشريك. هل هذه الأسباب موجودة عنده أو أسبابه بتكون مختلفة؟ خلونا نعرف إيش الأسباب رفض طلب الطلاق من الزوج أو حتى من الزوجة. الطلاق قرار يحتاج إلى شجاعة واستقلال نفسي وقدرة عظيمة على الاستغناء بسهولة ومن دون ألم عن شريك الحياة. هل صحيح دائما في الحياة الزوجية أو في الطلاق هناك طرف يتحمل أكثر من الآخر؟ أتمنى أنكم تجاوبوا على هذا السؤال يا أجمل وأروع متابعين. خلونا نتعرف على الأسباب. أول سبب التعود. لا يتصور أحدهم الابتعاد عن شخص عاشره وعاش معه سنوات وسنوات، مهما كان هذا الشخص سيء فالحياة معه ومآسيها أفضل من حياة الطلاق. ثاني شغلة، مخاوف الانفصال، لأن في عائلة أحد الطرفين الانفصال غلط، إما هو أو هي، عيش معاه بحلو وبمره بس لا تنفصل، الانفصال عيب وغلط في هذه العائلة. ثالث سبب، بعض النساء يخافون من لقب مطلقة وكأن الطلاق عار أو فضيحة. رابع سبب، البعض الحب، لذلك يتحمل المعاناة. الارتباط الداخلي ليس سهل جدا، دائما نتكلم على أنه الشخص اللي يرتبط بشخص من الداخل من الصعب أنه يستغنى عنه. الارتباط الداخلي شغلة مقدسة وجميلة ورائعة ومميزة، ولكن في بعض الأحيان بتكون نقطة ضعف في حياة الإنسان. عندما يرتبط الشخص مع الآخر من الداخل فهو يرى الإيجابيات، لذلك نرى مستقبلا جميلا وعليه نعطي فرصا لتكون الحياة الزوجية أفضل، ويكون إقناع الذات أن التغيير سيحصل يوما ما، حتى لو كان هذا اليوم بعيدا. خامس سبب، رغم صعوبة الحياة مع هذا الشريك إلا أن تحقيق الإشباع وتلبية الاحتياجات معينة أساسية ومحببة لهذا الشخص، فكل إنسان لديه احتياجاته التي رتبها حسب أولوياته بالنسبة له. قبل تتذكروا أنا تكلمت عن موضوع احتياجاتنا وترتيب أولوياتها في حياتنا، إن كنت عازب وإن كنت متزوج، هواياتنا، راح أحط لكم
رابط الفيديو عن الاحتياجات تحت في الوصف، رح احط لكم اياه كمان فوق، بس ما عليكم غير انكم تضغطوا وتروحوا للفيديو واسمعوا عن الاحتياجات، وهل كل واحد منكم بيلبي احتياجاته، وهل هو مرتب احتياجاته حسب الأولوية بالنسبة له. هنا رح نعرف انه لكل انسان احتياجات في الحياة، وكل انسان مننا قد ايش يعرف يتعامل مع احتياجاته. سادس نقطة، بعض الأحيان الزوجة التي تتحمل مشاهد الطلاق دون أن تطلبه، ربما كان زوجها يحقق لها مصلحة سعت إليها من قبل وخططت لها، وفي الغالب تكون مادية اقتصادية حرية لم تحصل عليها سوى بعد الزواج، أو حققت طموحا لم تستطع تحقيقه قبل الزواج، الانتقال من طبقة إلى أخرى، هنا تستطيع أن ترفض طلب الطلاق، في حاجة عندها موجودة في الزواج هذا، وهي في المقابل راح تعيش مع هذا الزوج لأنه لبى لها هذه الرغبة. سابع نقطة، ربما التضحية وتحمل الحياة المؤلمة الصعبة مع شريك الحياة المزعج أو المزعجة لأنه هو شخصية مازوجية تلذ بالعذاب والألم وتعشق المهانة وتشعر بلذة عندما يستحقرها شخص أو يذلها، وسوء المعاملة بالنسبة لها شيء لابد من تلبية احتياجاتها، لذلك فهي تظل مع شريك الحياة هذا رغم أنه مازوخي يمكن يضربها في الصباح ويضربها في الليل ويضربها في الظهر ويضربها في أي لحظة، بس هي تستلذ بهذا الشعور، لذلك هي مستلذة بهذا الألم ورح تظل مع شريك الحياة هذا. ثامن نقطة، وقد يكون السبب خفيا على المستوى اللاشعوري، يبدو أنه هو الطرف الذي يتعذب ويتحمل الحياة الصعبة مع هذا الشريك الغريب، وفي أعماقه مدركا أنه لن ينجح مع أي إنسان آخر إذا تبدلت الظروف إلى الأفضل أو الأحسن، فهو يشعر أنه إنسان صعب التعامل، لذلك يستقر في هذه الحياة رغم أنها ليست جميلة. قلت لكم الأسباب غريبة جدا، رح نستغرب كلنا سوا عن هذه الأسباب اللي مخليتهم انهم راضين يعيشوا سوا. تاسع سبب، في بعض الاحيان الزوجة او الزوج يشعر على مستوى العقل الواعي او اللاواعي، يشعر بانه لا يصلح كزوج، فهو سيء ومصدر للازعاج والالم، وكأنه زواج السيء بالسيئة، وسيستمر كما يستمر زواج الطيب بالطيبة. وجهات نظر، أنا سيئة خليني أرضى معها، هي سيئة وأنا سيئة وخلينا نعيش سوا. طيب ليش الألم هذا؟ قلت لكم أسباب غريبة جدا. عاشر سبب، المرأة تتمتع بقدرة خاصة أعطاها الخالق لبعض الناس، وهي القدرة على الحياة الصعبة والتكيف معها وقبولها على الرضا، ومحاولة الاعتياد والتعود والتغيير من الذات لملائمة هذه الحياة، وبجهد إيجابي والاستمرار في محاولة تغيير الظروف وتغيير الواقع والأشخاص المحيطين لتحقيق أعلى قدر من الإرضاء والرضا والتوفيق. بجد تحية لكل أنثى خرجت من بيئة مختلفة جدا وراحت عاشت في بيئة ثانية وتقبلت هذه البيئة وعاشت مع هذه البيئة وحاولت قد ما تقدر إنها تتأقلم مع هذه البيئة. فبجد يعني لو تعرفوا بعض أحيان لما أجلس أجهز لكم موضوع واكتشف أشياء غريبة ممكن إحنا بنشوفها بمنظار شوية ضيق. بجد قبل لا أصير كوتش وأخذ الدورة وأبدأ أعمل جلسات للناس وأشوف، بجد كنت ممكن كثير من الناس بيستغرب إنه بجد قناتي على اليوتيوب غيرتني، وصرت أشوف الحياة تغير منظاري لها من المنظار الضيق بإنه الحياة لازم تكون سعيدة بس،
إنها منظار أوسع، وإنه الناس مختلفين وحياتنا مختلفة، وإنه كل إنسان عايش بمآسي، وكل إنسان عنده أسباب بتمنعه على إنه يتغير. فبجد الأسباب غريبة، والبعض منكم راح يقولوا أنا بالغت. لا، راح تشوفوا اسمعوها الأسباب، وراح تكتشفوا في ناس عايشين معانا وحولنا وعندهم هذه الأسباب، والأسباب اللاشعورية كثيرة جدا. ساد 11 سبب، أن هناك دائما ظروف خاصة تدعو الزوج أو الزوجة للاستمرار، وهو السبب الأهم، وهي ظروف اضطرارية مترتبة لا مهرب منها، فهذا هو طريقها الوحيد، أو هذا هو طريقه الوحيد. قدري، مصيري، ونهايتي المحتومة، مهما حاولت أو بذلت جاهدا أو بذلت جهدا خارقا لاحتماله أو احتمالها، فإنه من المهم أن أصبر مع شريك حياتي هذا. لذلك بعض الأحيان من الأفضل إنه لما يجي شخص يشتكي لنا، خلونا نكون مستمعين جيدين له ونتحمله، لأنه هو بيفرغ الشيء اللي عنده حتى يرجع للحياة اللي هو عايشها. فكل زوج وزوجة عنده أسبابه في إنه يعيش مع شريك الحياة هذا، رغم إنه مثلا متعب أو شيء، فهو بيبذل جهد خارق جدا لاحتمالها، ويعاونها الله سبحانه وتعالى على الصبر والتحمل والاستمرارية، فهم من بجد بيتعبوا. فكل إنسان منهم عنده ظروف اضطرارية بتخليه يعيش مع شريك حياته. السبب 12، وجود الأولاد، وكثير بنسمع عن هذا السبب، هو دافع قوي للاستمرار في حياة زوجية صعبة خالية من السعادة والرضا. مقتنعة هذه الزوجة إن الحياة أبنائها في ظل والدين يعيشان مع بعضهم البعض أفضل بكثير من حياة الأولاد في ظروف أو العيش مع أحد هذا الزوجين بعد الطلاق. طيب، في بعض الأحيان الطلاق بيخلي الأبناء يصيروا أفضل، يصيروا أجمل، يصيروا أروع. يمكن أنت ويا عايشين مع بعض، أنت ما بتكلمها، ما بتجمعكم حتى صفرة واحدة، هي تعاند وانت تعاند، العيال بيشوفوا ذا الشيء. لما تيجي تقولوا لعيالكم احنا بنتطلق، بتشوفوهم اكثر ناس بيفرحوا، لانه اساسا انتم ما انتم عايشين حياة سليمة. ممكن بعد الطلاق بتحسوا حياة افضل، العيال بيعيشوا في استقرار عاطفي اكبر، يشوفوا جو افضل. ما اقول لكم انه الطلاق شيء حلو، لا، الطلاق مو شيء حلو، بس في نفس الوقت الواحد لازم يشوف راحته وراحة ابنائه. لما تكلمت عن حب الذات، مو عشان أدعو الناس للأنانية، حب الذات بيخلي الإنسان يصير عنده استقرار، يصير إنسان متزن، عارف يتخذ قراراته، يقدر يتخذ قرارات في مصلحته وفي مصلحة غيره بطريقة جميلة، بطريقة رائعة، بطريقة مميزة. السبب 13، الزوجة الرافضة لطلب الطلاق رغم معاناتها تؤمن بنظرية البيت المكتمل، وإن كان مليئا بالتعاسة والشقاء، من الأفضل أن أعيش في حياة زوجية حتى وإن كانت هذه الحياة الزوجية تعيسة جدا. فأصدقائي وصديقاتي، قيموا أنفسكم، حبوها قد ما تقدروا، لا تخلوا أي شيء في الحياة هذه الحياة إنه يستنزف من مشاعركم، من أحاسيسكم. الحياة بنعيشها مرة واحدة، إن عشناها فراحة فهذا الشيء مرة جميل، أما إن تعيشيها في تعاسة وإنت سبب تعاستك بيدك، فهذا شيء أبدا ما رح يرضي، لا بيرضيكي ولا بيرضي الناس اللي حولك. فانتبهوا من إنكم تعيشوا في شقاء. السبب 14، مرات كثيرة نشعر أن الوقت فات للانفصال، فبدء حياة جديدة من الأول. لا، الزوج وصل الأربعين، الزوجة وصلت الأربعين، تقول يا أخي خلاص، ليش يا أخي أنفصل عنه، خلاص يا أخي رجلي والقبر، شو استغفر الله العظيم رجلك والقبر يا أختي. يمكن بداية جديدة، الحياة جديدة، ممكن فجأة تخرجي من بيت وتروحي
تدرسي، او انت وياها لما تفصلوا فجاه تلقى نفسك صرت تدرس ماستر وتكمل دكتوراه، فجاه ارتقيت، فجاه صرت مدرب، فجاه صار عندك اشياء جديده. كانت الحياه الزوجيه هذه زي السلسال اللي رابطك اللي انت ما انت قادر تتقدم. فحاولوا قد ما تقدروا انكم توزنوا كل شيء في الحياه بعقلانيه. فلما يصل الشخص انه كل واحد فيهم يقول لهم خلاص فات القطار علي لبداية حياة جديدة، مثلا وصل الاربعين الخمسين، مما يجعل الزوج او الزوجة اللي هو رافض طلب الطلاق يقول حياة جديدة وطلاق، فيقول خلاص خليني ابقى مع هذا الشخص احسن. لذلك دائما نقول البداية الجديدة تحتاج الى قوة ارادة وقوة نفسية، إرادة قوية، شيء يحتاج تغيير من الداخل أكثر من الخارج. فالله يسعدكم. وآخر نقطة، بعض الزوجات يعشقن لعب دور الضحية، دور الاستشهاد، ترى مو بس الزوجة، والله حتى الزوج، في رجال يعشق إنه كل الناس تنظر له بمنظار الشفقة، زوجتي فيها وزوجتي فيها وزوجتي يعميها وزوجتي زوجتي. طيب إذا زوجتك فيها وزوجتك فيها وإنت، فلا تلعب دور الضحية، دور الاستشهاد، دور المجني عليه، دور المظلوم، دور المغلوب على أمره. فمو جميل إنك تلعب هذا الدور حتى تقول إني أنا والله أنا متكرم عليها عشان كده ما أبغى أطلقها. يهو، ولا حتى انت اللي بتلعبي دور الضحية ودور المظلومة ودور المغلوبة على أمرها، مو جميل. قدروا أنفسكم، راح تلقوا تقدير من الآخرين. وهذا آخر نقطة قلتها، ويا رب يا رب إنه الفيديو مو طويل يا جميلين. يا رائعين، حبيت قد ما أقدر إني أجمع أكبر قدر من أسباب رفض طلب الطلاق من الطرفين. هذه أكثر الأسباب اللي إحنا ممكن كثير مننا بنجلس ونسمعها من الآخرين وبنشوفها تافهة، لكن هي مو تافهة. في منظار هذا الإنسان إنه هذه الحياة هي بيعيشها، فهي ما هي تافهة، هي حياة هو قاعد يعيشها. فيا أصدقائي ويا صديقاتي، أتمنى بجد إنه موضوعي هذا أفادكم ولو شوية. الله يسعدكم ويوفقكم يا أجمل وأروع متابعين. أشوفكم على خير يا رائعين يا مميزين. ولا تنسون اللايك والشير والاشتراك بالقناة، وتعليقاتكم دائما بتسعدني، بتخليني أشوف قد إيش أنا ممكن أستمر في إني دائما أقدم مواضيع جديدة. تعرفوا قد إيش الواحد بياخد وقت هو يعيد موضوع؟ والله بجد ترى كل منشئي المحتوى على اليوتيوب بيتعبوا لما يجي يعدوا موضوع، بنقعد بعض الأحيان أكثر من أسبوع وإحنا نجمع المعلومات بطريقة صحيحة ونعملها. وبالنسبة لي ككوتش، لما أجي أعمل موضوع عن تطوير الذات وحب الذات والتعامل مع الذات، وإنه إنسان يجي يطور من حاله ويخرج من دائرة الدائرة اللي هو تعبان فيها حتى يطلع لدائرة أفضل، لدائرة أجمل، فهنا لازم أراجع الموضوع مرة واثنين، وراجعه مع كوتش ثاني، وراجعه مع كوتش واحدة ثانية، واجلس واتكلم معاهم كويس وكويس وقد إيش هو يفيد الآخرين. فالله يسعدكم ويوفقكم يا أجمل وأروع متابعين. إيه صح، قبل لا أنسى، عاملة تحدي الحب والسعادة، الفيديو اللي حطيته بأول الفيديو ورح أحطه مرة ثانية الحين بآخر الفيديو. أتمنى بجد إنه اللي حابب إنه يدخل لتحدي 21 يوم حتى يكتشف حبه لذاته، حتى يكتشف السعادة في حياته، حتى يكتشف قد إيش هو إنسان رائع، قد إيش هو إنسان مميز، ما عليه غير إنه في الوصف راح يلقى رابط التسجيل لهذا التحدي، لأنه راح بعد ما يسجل في التحدي لازم يتواصل معايا حتى يحصل على 21 يوم تركيز كامل معايا. راح يحصل على جلسات تأمل، ما حدخلكم على التأمل بقوة حتى ما تملوا، راح أدخلكم التأمل كل 5 دقائق، كل 5 أيام لمدة 10 دقائق كده، حتى
تقدروا توصلوا لمرحلة الاسترخاء. راح أركز معاكم وشلون توصلوا لمرحلة حب الذات. راح أركز معاكم في 21 يوم على أساس أنكم تكتشفوا السعادة في حياتكم الجميلة والرائعة والمميزة. أحبكم مرة كثير. مع السلامة. أين تكمن قوة الحب؟ أين تكمن السعادة؟ في داخلنا بالتأكيد. هل أنت جاهز لولادة جديدة لروحك ولذاتك؟ هل أنت جاهز لاكتشاف السعادة في يومك؟ هل أنت جاهز لخوض تحدي مع ذاتك لواحد وعشرون يوما؟ هل أنت جاهزة أن يبدأ يومك بسعادة وتنهيه بسعادة؟ ما أجمل.